week-end, Dima, des saisons, c'est facile d'essayer de trouver des raisons. Marmara, il y a des raisons sportives, il y a des raisons du terrain, et des fois, il y a des raisons on a manqué aussi de réussite. On a perdu la confiance qui était en nous, dans le club, dans le farqa. Donc, c'est ce qui est revenu à l'Amni Fet, mais alhamdoulilah, on a bien relevé la tête, tel un grand club. On a 9 matchs sans défaite dans la deuxième partie de saison. On a fait la première partie de saison, on a perdu des matchs sur des détails, on a perdu des joueurs importants à des moments donnés. Mais voilà, c'est pas que ça. On a aussi, peut-être qu'on s'est trompé sur certains recrutements, sur certains hommes. Mais la qualité technique, la qualité humaine. Voilà, c'est un club lire ça sur les 3, 4, 5 recrutements en marsage d'air. Il faut retenir le positif et ce qui n'a pas été, c'est les erreurs. Il faut être patient avec le club. Ça fait 10 ans que j'ai eu les dirigeants de Jadin. داو 4 تيتر في 10 سنين خسرنا جوج فينال ديال كاس العرش واحده مع حسين واحده معايا ودرنا دو دومي فينال ديال كوب لا كاف دونك في 10 سنين لي ريزولتا كاينين غير الناس يمكن كيسناو اكثر من هذا الشيء مي فوالا خصنا الوقت خصنا حتى الجمهور يعاوننا خصو يجي بشويه بشويه مي حتى هما سا ليماج دو كلوب صافي 10 سنين لي لو كلوب حتى هو كيكبر والجمهور خصو يكبر معاه il faut du temps pour être un très très grand club, il faut du temps, il faut être régulier. Il faut croire en nos jeunes parce que Homa l'irait le farqa ou reconno l'image ديال le club. Mais moi je suis très confiant pour ce club, les installations Bdina Mahad le projet déjà, c'était les installations de l'Oulia, on a mis beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de frères qui répètent. Ou il y a deux messages faits. Quel message? Parce que nous avons fait le club et nous avons le budget. Nous avons fait le sort qui est derrière. Nous avons fait un joueur. Nous avons fait une somme. Nous avons fait le club. Nous avons fait le club. Nous avons fait le double. Nous avons fait le sort. Nous avons fait le sort. Alors que nous avons fait le club. Des clubs comme le Wydad, le Raja, le Fah. اللي عندهم جمهور اللي عندهم فلوس يقدروا يديوها علاش هو كان الميساج اول وهذا علاش كتدخل في هذا الشيء انت ماشي ديال هذا الشيء دونك بقى فحالنا خدم مع الفلوس اللي عندك والثانيه علاش الوداد كنا لعبناهم في الماتش اللي لهيف في دونور وبانوا لي كانوا عندهم الفرقه اللي كانت غادي البطوله من بعد قلتها يمكن كنت غندير غلط كبير حكايدا شميتها مره كنهضر مره كنقول الحوايج اللي فيهم مره كندير غلط علاش باقي صغير حكون كنشوف الوداد العام اللي فات كان عندها فرقه باش تدي تشامبيونز ليغ باسكو كانوا عندهم ليفيكتيف في مستوى كانوا عندهم لا ريغولاريتي كانوا عندهم لي جوار ديكسبيريونس وعندهم مدرب كبير دونك ملي كتشوف هاد الشيء كتقول 90 ولا 95% يقدروا يديوها اما هما ولا الرجاء بحال دوماج في الاخر الرجاء كانت تقدر ديها حتى هي بحال في الاخر الوداد لي بوين اللي هزات في الاول هي اللي عاوناتها مي فوالا جات لي هيدا دابا ولا سولتيني هذا العام ما نقدرش نقول لك تنلعب ضدهم انا ولد الشعب كنقول لي عليا كنقول لي كنشوف كبرت في حال يمكن 90% ديال الجمهور ديال المغرب كنعرفوا ما كيبغوا الفرقي ديالهم وكيفاش كنقول ديك لاغاج اللي عندهم مع الفرقه ديالهم حتى انا عندي مع الفرقه ديالي والفرقه ديالي اليوم هي الفاتح دوك ملي كندخل كنلعب مع فرقه بحال ملي كنلعب ضد خويا ولا ضد صاحبي في كارطا ولا في كره في البحر كنبغي نربح وكندير كل شيء باش نربح بالحق كنامن ملي الناس اللي كنتلاقى بهم فهموا هذا الشيء فهموا هادشي وديما كيضحكوا معايا ملي كنتلاقى معاهم كيقول لي كيعجبني كيفاش كتهضر غير خصهم يفهموا ملي هادي كتدخل في اللعب ديال الكره وما كان حتى شي حاجه اللي ماشي مزيانه زعما ديما بالنيه وكان مره كنضحك مره كنقول في النيه ديالي هكا اول حاجه اللي خصهم يعرفوا كان كيعجبني نربح على هادشي كندير هادشي نشوف انا عندي فكره واحده هي المنتخب
علاش لعبت فيها 50 ماتشات. كنت بحال اللي قلتي ادجوان ديال رشيد الطوسي ودوزت لي ميور مومون ديال حياتي ديال الكره دوزت في المنتخب. دونك عمري ما غادي نقيس المنتخب ولا نهضر على المنتخب. كان الناس اللي كيخطروا المدرب ديال المنتخب وكان امن ملي هما قبل ما يديروا هذا الشيء كيفكروا مزيان باسكو سي الناس اللي كيعرفوا واش كيديروا. انا مع المنتخب مع علي لودزيك وبالنيه ديالي كبيره وكان امن ان شاء الله سي لو ميور شوا بوسيبل باش ان شاء الله نديو لا كوب دافريك اللي انا تزاديت في 95. دونك تزاديت بالحق ما شفتها بالحق بعدها سمعت من المغرب دات لا كوب دافريك كان امن ان شاء الله بحال اللي شفنا الجزائر داتها وفرحنا لهم باش ما نكذبوش باسكو فوالا بلاد ديال المغرب وخوتنا داو لا كوب دافريك مع مدرب ديال بلادهم وانا لعبت ديال جمال وكنعرفو وكنعرف الخدمه ديالو. دونك فوالا سيتي فيغتي نشوف جزائري كيدي كوب دافريك مع بلادهم. انا العام اللي لعبت في اسبانيا فوالا لعبت ضد زيدان ضد رونالدينيو ضد رونالدو البرازيلي كان بابلو ايمار كان فورلان كان ريكيلمي. دونك بالحق احسن اللي حاس به في التيران كيخوفك هو رونالدو البرازيلي فوالا ورونالدينيو حتى هو بالحق رونالدو البرازيلي هو اللي بان لي كان عنده شي حوايج مع عند الله. دونك هو هذا حق واحسن لاعب اللي دربت نقول لك صراحه دربت كان لا كاليتي وكان الرجاله فوالا حتى كيعجبني ندرب الرجاله واخا ما يكونوش مزيانين في رجلهم بعدا كتحس بيه تقاتل معاك في التيران وفي هذا الشيء دوزوا بزاف معايا دون الدراري ديال البطوله حتى الدراري العام اللي فات كانوا شي واحدين اللي الرجاله اللي تقاتلوا معايا في التيران. دونك فوالا ما نقدرش نقول لك اسم واحد علاش عندي احترام بزاف على اللعابه. دونك كاملين اللي دربت انا فرحت بحال ولادي بحال خوتي وديما كنقولها لهم ولا دابا مع شي واحدين ومشاو مقلقين يسمحوا لي بحال انا هيدا بحال في الاخر ملي كنتلاقى معاهم كنفرح نشوفهم. والوبجيكتيف ديالي هو قلتها ملي حطيت رجلي في المغرب فوالا اللي كنقول للعابه ديالي خصني حتى انا نديرو كنقول لهم خصهم يكونوا امبيسيو ما يفكروش صغير. انا كنفكر كبير كنفكر نمشي لاوروب علاش ما نكونش ان شاء الله مدرب مغربي في بحال اللي قلتي في الانجليز في اسبانيا في فرنسا واخا نبدا في دوزيام في تخوازيام سيري عندي قيمه عندي لامبيسيون والثقه باش ان شاء الله نبين لي لونترينور ماروكان عنده لي كاليتي ما خصناش نهبطوا القيمه ديال المغربي اللي نقدر نقول لو ماروكان في اي خدمه في الكره في لو جورناليست في لو دكتور في لوبيتال في لانجينيوري عنده دي كاليتي خصو يثق فيه حق باش يثق فيه خصو يثق في راسو ويفو كي غيف غران ولا غيف صغير ما يقدرش يوصل. دونك موا جيساي دو غيفي غران باش ان شاء الله نبين ليكزومب باش ان شاء الله ولا ماشي انا اللي نديرو شي نهار نشوفو مغربي يدرب في لوروب ويقول فوالا يقول كنت كنعقل بحال دابا شفت واحد انترفيو وليد الركراكي كان كيحلم يديرها في لوروب وانا اللي درتها. فوالا انا نحل البيبان ان شاء الله.